بعض الأمطار الرعدية في جنوب غرب المملكة وبعض الأجزاء الشمالية الغربية، وضباب متوقع في بعض الأنحاء في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني، شهر نوفمبر. هذا كله سيكون في تفاصيل النشرة الأسبوعية بعد الفاصل. إذن ليوم الأحد يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد بعض الأجزاء هطولا للأمطار المتفرقة في الأجزاء الشمالية الغربية للمملكة، تلك المتاخمة للحدود الأردنية، زخات رعدية من الأمطار مرتقبة أيضا فوق جبال جنوب غربي المملكة. أما في باقي المناطق فتسود المملكة أجواء مستقرة في كافة المناطق. من المتوقع بمشيئة الله تعالى ليلة الأحد على الاثنين أن يتشكل الضباب على طول الجهة الشرقية من المملكة، تشمل بذلك مثلا مدينة الدمام وربما معظم المناطق المطلة على الخليج العربي، مؤديا ذلك إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ليوم الاثنين، مما قد يعرقل الحركة المرورية في ساعات الصباح. أما يوم الاثنين نهارا فتكون الأجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، درجات الحرارة في ساعات النهار تكون تقريبا 32 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 34 درجة مئوية في جدة، 33 درجة مئوية في تبوك، و 31 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 34 درجة مئوية في الدمام، وتكون حوالي 24 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. ربما يتجدد تشكل الضباب من جديد في ساعات الليل ليلة الاثنين على الثلاثاء على المنطقة الشرقية من المملكة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة بشكل واضح في ساعات الليل. أيام الثلاثاء والأربعاء وحتى الخميس الأجواء تكون مستقرة في كافة مناطق المملكة، والأجواء تكون مشمسة مستقرة في معظم ساعات النهار، درجات الحرارة لا تغيير كبير عليها، تقريبا 33 درجة مئوية في معظم المدن الرئيسية، تهبط ليلا إلى حوالي 22 درجة مئوية في المدن الوسطى والشرقية والغربية من المملكة. أجواء مائلة للبرودة في المنطقة الشمالية في ساعات الليل، تهبط درجات حرارة إلى 15 درجة مئوية. أما يوم الجمعة فلا يحدث أي تغيير على الحالة الجوية، فالطقس مستقر في كافة مناطق المملكة، نسأل الله الغيث العاجل والقريب بإذن الله تعالى. هذه كانت توقعاتنا بالنسبة للأحوال الجوية في المملكة هذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.